أصدقائي المستمعين، بلقائنا الجديد رح نطرح موضوع الدولار الجمركي، ورح يكون عنا حديث حول ارتفاع سعر الدولار السوق السوداء بشكل ملفت. حول هالواقع وتفاصيل مالية واقتصادية أخرى رح تكون محور لقائنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي. أهلا وسهلا فيك دكتور جباعي. تحياتي لك استاذي هلا ولجميع مستمعينك. شكرا لك دكتور جباعي. رح بلش، ما بعرف من وين بدي بلش. بلش بسعر الدولار يلي وصل هلا 33,000، او بلش بالدولار الجمركي؟ مش عارفه من وين بدي بلش. المشكله مع تفاقم الازمات عنا بالبلد، الاقتصاديه، الماليه، النقديه، المعيشيه، فعلا صار الموضوع محير. لانه بس كيف ما حكينا كله حنرجع نفتل على نفس النقطه، وهي غياب الأفق الواضحة لأي حل منطقي للأزمة من 3 سنوات لهلا. عن قصد أو بالصدفة؟ هلا بالتأكيد أنا بشوف إنه كله نحن ما وصلنا لهون بالصدفة، وما في عاقل ممكن يصدق أو مراقب حقيقي عم بتابع الأمور بشوف إنه الأمور بالصدفة. طبعا كان مقصود اللي وصلنا له، وكان في أهداف منه، وكنا مع حضرتك كمان حكينا منه قبل كتير، ادفاع الخسائر وغيره. هلا بالنسبه لموضوع عشان الناس تسمع المرحله اللي جاي نحن شو ناطرنا. بالنسبه لموضوع الدولار الجمركي او غير الدولار الجمركي، نحن اول على اخر بالتاكيد الدوله اللبنانيه رح توصل لمرحله وراح تغير نمط الرسوم القائم، لان بالنهايه وضع البلد اليوم فعليا بطل في شيء اسمه دولار 1500 ليره. ولكن المضحك المبكي، الحكومه اللبنانيه بكل اطيافها بكل صراحه هن شايفين بس كيف بدهم يجيبوا ايرادات للخزينه، وما عم بيشوفوا المواطن او الموظف انه بعده راتبه على 1500 ليره، او بالقطاع العام او بالقطاع الخاص، او بعض المساعدات اللي عم تجي اللي هي ما بتتعدى 10 او 15% من القوه الشرائيه لراتبه السابق. بينما التضخم المالي اليوم معدل الوسطي قرب من 1000%، السله الغذائيه بالبلد تخطت 3250% زيادة عما كانت بالعام 2019. كل شيء ببلد صار غالي، كل شيء عم ينحسب على سعر الدولار. الاتصالات من فترة الحكومة اللبنانية فاجأتنا كيف وافقت من خارج الموازنة على إقرار الاتصالات على سعر منصة صرافة. اليوم معالي وزير المالية بيوقع على دولار جمركي على 20,000 أيضا من خارج الموازنة، يعني كله عم بيكون فيها تشريعات خارج الموازنة. فالواضح انه الحكومة اللبنانية والقوى السياسية ما عندها الجرأة استاذي هلا انها تقر الموازنة بسعر دولار معين، فعم بتقسم هيدي الموازنة وعم بتخرجها او عم بتهربها بالقطع، مرة اتصالات مرة دولار جمركي. اتأكدي بعد اسبوع حتسمع عن موضوع الكهرباء، من بعدها منروح على موضوع المياه اللي هي مع وزارة الطاقة، ولنوصل لاخر لكل شيء بالبلد رح يكون ترتفع اسعاره. أنا بفهم أن الحكومة اللبنانية اليوم عم بتحاول أن تجيب إيرادات، ولكن مش عم بفهم أن هذه الحكومة اللبنانية اللي ما عم تأمن أي بديل بالمقابل لمواطنيها وشعبها، علما أنه الموازنة المقدمة موازنة 2022 تخلو من الضرائب الحقيقية على الرأس المال وعلى الثروة وعلى الضريبة التصاعدية، وبتلحق فقط الضرائب اللي ما بتجيب أصلا إيرادات للدولة، يعني بتعفي منها أصحاب رؤوس الأموال، وللأسف الشديد تستهدف فقط المواطن اللبناني. علما أن الدولة اللبنانية كانت قادرة من غير الدولار الجمركي، صرنا 3 سنين منقول في عنكم يا جماعة أملاك بحرية فيكم تغيروا بنسبة الدفع اللي عم يدفعوها، يعني مش معقول اليوم قوة سياسية مهدي أملاك بحرية تدفع مبالغ زهيدة على 1005 ارفعوا لهود الناس على صرافة يدفعوا مثلا الضريبة للدولة. كأدين بتجيب الدولة كانت رسوم، أنا بأكد لك أكثر ما بجيب الدولار الجمركي بكتير. اثنين، مثلا موضوع العقارات تاعت الدولة اليوم اللي هي مشاعات محطوط اليد عليها من قبل قوى سياسية، هيدي الدولة لو راحت عملت حل هيدي المواضيع وأجرت هيدي الأراضي كان بتجيب كمان عقارات. طلعنا ندينا كتير استاذي هلا بمموضوع الطيران الأجنبي اللي عم يجي على مطار بيروت واللي عم يدفع بعده كان بالليرة، هلأ رجعوا دفعوه بالدولار. هلأ كنا عم نحرم حالنا كل يوم من 700,000 دولار، قديش كانوا جابوا لصندوق الدولة اللبنانية وقديش كانوا ساعدوا بالإيرادات. يعني في كتير هلأ بالوقت بدأ حلقة كاملة يمكن طبعاً. نشرح بس
بس بدي اتوقف عند نقطتين. يعني حضرتك عم تستعرض قبل ما نشوف شو ناطرنا بعدين. عم بتقول دكتور جباعي انه اللي عم بيصير هو بالمفرق، عم نحرر الاسعار عن 1500 بس بالمفرق، ساعه للاتصالات، ساعه للجمرك، ساعه الى اخره. اليوم كان في لجنه المال والموازنه، والنائب ابراهيم كنعان بقول اعطينا الحكومه ووزاره المال مهله اخيره حتى الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقيه للجبايه والنفقات على ضوء ما سياتينا، نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنه. شو تعليقك على هذا الكلام؟ انا شخصيا متفق مع معالي سعاده النائب ابراهيم كنعان، لانه مش واقع، لانه الموازنه قريتها كلها صراحه، وقريت فزلكه الموازنه كمان، منا واقعيه. انا من اول يوم قلت لهم هذه الموازنه لا تعد كونها هرطقه ماليه، ارقام مضخمه بالايرادات وحجم نفقات بعيد كل البعد عن انفاق استثماري ممكن يعالج المشكله. اليوم موازنه بتقدم 49400 مليار ليره كنفقات، وإيرادات عم بتقولي 32 ألف مليار. أنا بشك يجيوا منهم 5000 مليار، لأنه اليوم اللي هن عم بيحاولوا يتوهموا إذا رفعنا الدولار الجمركي ورفعنا الرسوم حصرف عنا فائض بالموازنة، هذا خطأ، لأنه ممكن يصير في انخفاض بالطلب، ممكن في قطاعات ينزل الطلب فيها. لهيك أنا كنت طلبت من أول لحظة فخامة رئيس الجمهورية إنه ما يوقع المرسوم، وفعلا ما وقعوا. ما وقع مرسوم. أنا طلبته مباشرة على أحد الوسائل الإعلامية باللحظة اللي تقدم المرسوم، إنه يا فخامة رئيس الجمهورية الحل هو نطلع تدريجيا، وشرحت كيف تدريجيا. يعني قلت لهم مثلا بنحط الدولار الجمركي على 12,000، ممكن نحن عاملين لمعاشات على 6-7,000، بنراقب 6 أشهر، هو 6 أشهر بنشوف حجم الإيرادات اللي بدها تجينا منه، وقديش نحن قدرنا نساهم بزيادة الرواتب من هيدي الإيرادات وخفضنا العجز، بعدين بنشوف كيف نرفع على 16، بعدين بنروح لل 20. خلي يكون رفع الدولار الجمركي لمدة سنتين تقريبا تدريجيا، بنكون شفنا نتيجته. أنا اليوم عم جرب بدولار 20,000، فوق أنا بقلك من هلا بدراسة أنا عاملها أكثر من 50% من السلع رح بطل تفوت على البلد، يعني حجم السلع اللي كان عم بفوت قبل رح ينزل هلا، لأنه الدولار الجمركي طلع 13 مرة، كان 1005 فجأة صار 20,000. ما بدي احكي بوضع معيشة، اكيد اليوم الموظف دكتور جباعي، بس خلينا نكون واقعيين. هلا عم نقول انه يطلع تصاعديا الدولار الجمركي، بس عمليا في اشخاص وفي شركات وفي وكلاء خزنوا، والواضح انه اذا بتراقب شوي العمل بالتخليص البضائع على المرفق وبالمطار يا استاذي، هلا التخزين ماشي هلا، وبكره وقت يطلع الدولار الجمركي هيدي البضاعه الموجوده رح يبيعونا اياها باسعار انه الجمرك هالقد سعره، ان كان 12 وان كان 16 وان كان 20. استاذ هلا التخزين ما بيتاثر بفكره انا عم اقولها، انه التخزين اوريدي صار، الشركات خزنت التخزين، صاروا سنة عم بيخزنوا، من لما طلعت قصة الدولار الجمركي كله عم يخزن لبنان، اللي شو قفل شنو ناطرين لهلا لحتى يخزنوا التجار، وبتخلص بتخلص مدة البضائع وبيبعونا اياها خالصة او على التخزين تخزن. يا هلا انا ما بدي احكي حكي شعبوي، لانه الحكي الشعبوي ما رح يقدم ولا حيأخر، عم حاول اعطي معطى اقتصادي واقعي. التخزين صار، لا في رقابة ولا في وزارات ولا في شيء. أنا بدي روح أنه على مسؤولية الدولة البضائع المخزنة ما تنباع لقلنا على سعر الجمرك الجديد. يا عمي ما شفنا، أنا بقولك حتنباع سعر الجمرك الجديد، ما شفنا شو كان يصير بالبنزين والمواد الغذائية. يعني عفوا، ما تعطيني نفس الأسباب بعطيك نفس النتائج، إذا نفس أسلوب إدارة الأمور حيطلع لي نتيجة ذاتها. يعني شو حيصير، شو حيتغير هلا؟ يعني إذا صرنا 3 سنين بالنادي، يا معالي وزير كذا يا معالي وزير كذا، شو تغير؟ ما تغير شيء. هيدا واقع مؤسف بالبلد، تحكم الكرتلات بشكل كتير كبير بالاقتصاد، وقد ما حكينا أمور هيك عامة ما حدا عم برد. أنا عم حاول أحكي وعم حاول أقوله إنه اليوم هذا الإجراء اللي صار، أنا بقولك حاطيك نتائج هلأ بالأرقام شو اللي رح يصير. فضل. واحد، بحب السيد المستمعين يعرفوا إنه نحن الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية بتفرض رسوم جمركية على مختلف السلع، طبعا في بعض السلع المعفاة اللي لها علاقة ببعض الحالات الإنسانية، ولكن نسبة السلع هي من 5%، نسبة الرسوم من 5% ل25% حسب أنواع السلع. يعني في سلع 25%، في سلع 5% من 8، يعني هو بيكون رسم جمركي. هلا لما رفعنا نحن الدولار الجمركي من 1500 ليرة ل20,000،
يعني السلعه اليوم اذا انا عم بشتري سياره افترضنا من برا وعليها رسوم جمركيه 2000 دولار، 2000 دولار كنت تدفعهم 3 مليون ليره، هلا حتدفعهم 40 مليون ليره، يعني تلقائيا زاد بسعر هيدي السلعه 20 25%، اذا كان حقها بالدولار 10,000 رح يصير حقها 12,000 هيدي السياره تلقائيا، وهكذا دواليك لكل السلع الاخرى. وفي شيء اخطر من هيك، بالقانون اللبناني الضريبه على القيمه المضافه تحتسب بعد الرسوم الجمركيه، يعني بعد ما تفوت هيدي السلعه على البلد ويصير سعرها 12,000 دولار بعد ما كان حقها 10، حتيجي الضريبه على القيمه المضافه على 12,000 مش على 10,000، يعني حترتفع الضريبه ايضا على القيمه المضافه اللي اتخذت الدوله هي 10 او 12% تي في اللي هلا رفعوها كمان شوي، كمان هيدا بيؤدي لمزيد من الارتفاع بالسلع. يعني نحن قدام حسب نوع الايتم، انه هلا ما في وقت نفصل، ولكن الحد الادنى فينا نعطي مثل يعني عن سلع على الاقل، يعني طبعا حتى هلا كل سلع عليها رسوم جمركيه حيرتفع سعرها من 20% ل 50% حسب قديش عليها رسم جمركي حاطيته الدوله. هلا هن عم بيقولوا السلع الغذائيه معفيه والطاقه معفيه الجمركي، الا انه رح يتاثروا بالتضخم العام بالبلد، وخاصه بظل تفلت الاسعار وعدم وجود رقابه حقيقيه. يعني مش اللي بيضمن بكره انه ما ترتفع بيع الاسعار، ما في شيء بيضمن، لانه لا وزاره الاقتصاد عندها القدره انها تراقب الاسعار طالما المحتكرين متحكمين بالاسواق، ولا اي وزاره اخرى عندها قدره تراقب مزبوط. فبكره شو حيصير؟ حتى السلعه مثلا افترضنا الزيت ما في عليه رسوم جمركيه، بس بكره بنشوف بعد فتره رح يتأثر سعره، حيرتفع بالحد الأدنى كمان 20% تماشيا مع ارتفاع التضخم بالبلد، رح يتخطى تلقائيا 1000%، بينما مؤشر الأجور ما تعدى 15% من القيمة الشرائية للراتب. يعني احنا حنروح لمشكلة اجتماعية كارثية خطيرة. واللي بخوفني أكتر أنا، مع أني كتير حذرت معالي وزير المالية ورئيس الحكومة، أنه أنتم ما حتلاقوا نتيجة من هذا الموضوع، يمكن ما تستفيدوا أصلا، يمكن ترفعوا الرسوم الجمركية تفيد الشركات والمؤسسات حسب المواطن، وبالمقابل بسبب انعدام الطلب حينزل دفع على الرسوم الجمركية، وبكرة حتنشط أكتر استاذي هلا وعادة سجليها علي هيدي تفضل. عمليات التهريب حتصير أكبر بالبلد، يعني اليوم بظل تفلت هيدا البلد المفتوح أمنيا على كل الصعد بحريا وبريا، فبكرة في كتير سلع ما حتفوت على المطار أو على المرفأ، حتفوت تهريب على البلد وراح يبيعوا على الناس وفقا للدولار الجمركي. وهذا شيء تحذير مهم لليوم للدولة اللبنانية. الأخطر بالموضوع انه حتفوت سلعة بالتهريب حتنباع جوا وفقا لسعرها بعد احتساب الدولار الجمركي والقيمة المضافة بعد الدولار الجمركي، عدا عن الكوارث الأخرى اللي حتأثر على الوضع النقدي بسعر صرف الدولار اللي هلا بلش يتحرك وبلش يطلع. كنت حضرتك بلشتي فيه طبعا، لانه كنا دائما بس بلشنا بس فيك تحسم لي الموضوع دكتور جبيعي، بس تقول لي هلا شو انحسم 20 حسمها اي حسمها وزير الماليه اليوم، ما هن عملوا استثناء، لانه اول شيء فخامه الجمهوريه ما وقع على المرسوم. نعم. هن عملوا في استثناء طلع بوزاره الماليه والجمارك بيناتهم بيقدر يحددوا هن. نعم. السعر بشكل ممكن ينطعن بهيدا الشيء او لا؟ خلص صار. انا بشوف انه من الاول بيعرفوا هيك، عملوا المسرحيه على الشعب اللبناني ورجعوا مشوها مثل ما هن بدهم. نحن عم نعيش مع قوى سياسيه شاطره بثلاث شغلات، شاطره بالتمثيل يعني بتمثل، بشنو بتمثلنا؟ بتمثل علينا. اثنين، شاطره بالترويض بتروض الشعب. وثلاثه، شاطره ان تكون متفقه كلها ضد مصلحه المواطن اللبناني. بكل صراحة استاذ هلا، هن من الأول حيكروا على 20,000، وأنا كنت بعرف هذا الشيء، وراحوا وعملوا وطلعوا وخدعت المرسوم وقعنا المرسوم وقعناش المرسوم، وقالوا بالمجلس النائب ما بيصوت على الموازنة. شو بعد أن نفعل الموازنة أساسا؟ يعني طالما خرج منا هلا الدولار الجمركي صار سير المفعول، الاتصالات صارت سير المفعول، شو يعني؟ شو بعد الأهمية الموازنة؟ ما أهم رسمين صاروا على سعر السوق، على سعر 20,000 وسعر منصة سايرة فيه. وأنا بقول لك حتى على 20,000 حتصير أعلى، حيوصل بكرة لـ30 وأكتر، لأنه مستقبل سعر الدولار بالبلد كتير بيخوف. نحن قريبا جدا دولارنا حيصير بـ40,000، وسعر منصة سايرة حيتخطى 30,000، يعني كله حيرجع يرتفع. ومع كل أسف في طبقة بالبلد اليوم ممسوحة ما حدا عم يتطلع فيها، واللي عم يجي مساعدات 200-300 دولار من برا بالشهر
او عم يبدلوا معاش شوي 500 دولار بالبلد من احزاب او من جمعيات او من مؤسسات ما كتير يفرح، لانه بعد رفعت هلا الرسوم الجمركيه وهلا البنزين حيصير، انا اعطيك معلومه كله 100% على الدولار، وبعد هذا بعد ما يصير سعر يعني وتأثير 100% على الدولار، اذا انخفض السعر عالميا بنبقى تقريبا بحدود اللي عم ندفعه هلا او بيصير اعلى؟ هلا بالواقع الحالي هلا اذا بصير السعر 100% على الدولار تنكة البنزين ترجع 650-700 ألف. نعم. اذا نزل سعر برميل النفط، وهذا الشيء مستبعد كتير لانه كل التوقعات بتقول من هلا للسنه برميل النفط ما رح ينزل، حيضل ارجح بين 100 و120 90 100 لحد ال 90 دولار، انت تنكتك حاسب 150 ألف اذا على سعر السوق السوداء، لانه الدولار بلبنان بطل في دولار تحت 30 ألف، خلص خلصنا مرحله 30 خلصناها، عشنا مرحله العشرة، عشنا مرحله العشرين، هلا بلشنا مرحله 30 بالدولار، صار 40 صار 30 ألف رقم عادي بالبلد، بينما من كم شهر كان رقم كبير. وبعد فتره اللي انا كنت دائما احكيه على القاعده اللي بعملها دائما وبطلع بحللها، ارسمت ايكونوميك فانكشن ريت ارسمتك سيكونس، نحن رايحين باتجاه دولار 40 ألف تقريبا، راح نكمل يصير بكره، هلا نحن بالثلاثينات بعدين بنصير بالاربعينات. يعني يوم 33 انا بتقول قد ايه مرحله الشهر بنكون بالاربعين؟ انا بشوف ايه بايلول ممكن، حلا ممكن قبل ايلول ممكن بايلول، الا اذا صار في شيء ايجابي مفاجئ، يعني ترسيم حدود مثلا، اتفاق ضمن اتفاق مش ضمن حرب بالتاكيد، اتفاق على ترسيم، صار في عنا شركات بتنقب عن النفط، هذا بدر دولارات على البلد بيعطينا قوه اقتصاديه، صار في مثلا اتفاق مفاجئ مع صندوق النقد واتفاق وضخ عربي او اجنبي اموال على البلد، اتفاق على ترسيم ممكن يثبت الدولار ويحده من الصعود او ممكن ينزله. انا 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 باكد لك باللحظه، انا دائما كنت احكيها باللحظه اللي بيتوقع فيها اتفاق على تنقيب عن النفط بالبلد ويتاكد انه لبنان عنده بئر غاز واحد شو ما كان ثمنه، ستقوم الشركات هيدي اللي بتاخد هذا البئر تدفع 15-20% من قيمته كاش، يعني تحكي ب 7-8 مليار دولار فورا بفوتوا على مصرف لبنان، ايه وقتها اكيد بينزل سعر صرف الدولار، ممكن ينزل ل 20 ألف وقتها، ايه ممكن وقتها بقول لك ايه، لانه لتنزل الدولار ل 20 ألف انت بحاجه لفريش دولار للشيء الرسمي، يعني يا لخزينه الدوله يا للمصرف. هيدا مسموح يصير عنا؟ هلا 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 اذا بدنا نحكي بالسياسه، اذا ما صار في اتفاق على الترسيم ما راح يصير، بده يكون في اتفاق على الترسيم. انا كنت دائما اطلع اقول تذكر معك انا من فتره صح. اشهر لورا قلت لك ما تتاملوا باتفاق مع صندوق النقد قبل الاتفاق على ترسيم الحدود، صح. ما في. مع بعض. لبنان ما راح ياخذ ابدا شيء اذا ما كان في اتفاق، هذا موضوع كمان بالسياسه دكتور جباعي، قبل نهايه عهد الرئيس ميشيل عون في امل انه حدا يحرك هذه الملفات، او المطلوب نهايه عهد الرئيس عون دخول الى الفراغ، يعني ومع الدخول الى الفراغ ممنوع على لبنان يتنفس؟ ما عليك رح اقولها هيك مثل ما هي. هلا يعني 6 سنين عشناهم صعبين جدا، اكيد انا ما بحمل فخامه الرئيس عون المسؤوليه، وما حدا في يحمل فريق واحد المسؤوليه، اللي بده يكون عاقل ومراقب حقيقي وواقعي بغض النظر عن اي انتماء سياسي ما فينا نحمل حدا. للاسف بالفرق انا بفتره اللي مرقت كان في ايادي داخليه وايادي خارجيه عم بتخرب بالبلد عن قصد، بكل صراحه عن قصد، ونشفوا بهذا الشيء واخذونا لمكان كتير صعب. انا بشوف هلا بنتي فتره رئيس عماد عون، من بعدها هلا بنروح على فراغ، بنروحش على فراغ، هلا بنشوف الفتره اللي جاي، الا انه نحن هلا عم نعيش فتره اما بنروح على اتفاق وتسوية وحلول، وإما منروح على حرب من بعد اتفاق وتسوية وحلول. حل تالت معاشي في البلد، البلد معاشي يحمل يا تسوية وحلول يا حرب وتسوية وحلول، بكل بساطة وبكل شفافية وبكل قناعة. اليوم نحن هلأ بآخر الشهر عنا استحقاق موضوع الترسيم، لنشوف شو بده يصير فيه، يا ترسيم منطق واتفاق يا حرب ومن ثم حل. والحرب هالمرة انت اليوم نحن وصلنا عم نوصل للماكسيموم، نحن بالأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية. اليوم لبنان اتمنى نحن ان شاء الله نروح لاتفاق بموضوع الترسيم، الحرب الله يبعدها عننا. اتمنى اليوم هالكوى السياسية يصحى ضميرها فجأة وتشوف مصلحة البلد، تتضافر جهودها بيناتها كل الكوى السياسية، وما عم بستثني حدا لا ايجابا ولا سلبا، الكل يروح يشوف شو بدهم يعملوا. عنا واقع خارجي كمان ضاغط علينا، اليوم نحن بحاجة لاتفاق دولي، اتفاق دولي اقليمي، اتفاق عربي ايراني، اتفاق للأسف هذا واقعنا،
الله خلقنا بهذا البلد بحاجه تتفق الكوكب كله لحتى نجيب ساعتين كهرباء عنا، مع كل اسف استاذ يعني. للاسف. طيب دكتور، بس عندي سؤالين اذا ممكن على الواتساب من اصدقاء مستمعين. عم بيسألوا الأصدقاء المستمعين، قبل بمرات كنت عم تقولهم حافظوا على دولاراتكم، وصلنا بقول صديق المستمع بقول وصلنا لمحل ما بقى فينا نحافظ على دولاراتنا، عم نعيش من لحم الحي، شو البعض مطلوب منا؟ أنا يعني أكيد بحس بصرختهم. كلنا للأسف يعني كلنا عم نعيش من لحم الحي، كلنا نحن شعب، الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه ومن كل مناطقه هو شعب جبار، شعب فعلا بيقاوم الأزمات. نحن كلنا ما بقي شيء عنا، يعني كلنا كل حدا مننا نحن شعب عنده كرامة، استنزفونا بودائعنا بممتلكاتنا بذهباتنا بمعاشاتنا بكل شيء، مع كل أسف وصلنا للمكسم. أنا صرت شايف خلص، أنا بالنسبة إلي ما في يا انفجار ومن بعده حل، يا حل ينقذ الناس من الانفجار. ما عاد في مجال. هلا الدولار اللي انا كنت دائما اقول له حافظوا على دولاركم طبعا، وهلا شايف الدولار رايح لفتره اصعب بكل اسف. ما في حل. نعم. الوضع صعب. نتمنى نحن الحلول، تاتي الحلول. قلت لك بموضوع استراتيجي، هو موضوع الترسيم موضوع اساسي اليوم، موضوع مهم. يعني المعادله اللي فرضت بالفتره الاخيره انا برايي مدخل اساسي للحل بالبلد، انه عدم السماح للعدو الاسرائيلي باستخراج الغاز طالما لبنان ما قادر ينطب ويستخرج. هيدي انا برايي بتحط هيدي معادله استراتيجيه وطنيه فينا نقول 100%، بتحط الامور بنصابها وبتسرح حل. واذا صار في حل بهذا الملف بكون ورا هيدي المعادله. اذا صارت هيدي المعادله الكاسب الاكبر هو لبنان والشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني. نعم. طيب سؤال تاني عبر الواتساب دكتور جباعي، في احد الاصدقاء المستمعين عم يسأل، كنت عم تقول حضرتك انه في بضائع بتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 5% و25%، فينا نعرف صح. الادوية قديش عليها رسوم لا ادوية مش ما انحطت بالرسوم الجمركية هلا. بس مفروض عليها دولار الجمركي، ما انحسبت هلا. نعم. المواد الغذائية والادوية والطاقة والضرورية كلها ما انحسبت. نعم. في 600 سلعة ما انحسبت بالدولار الجمركي، بس هو حيتأثر بالارتفاع طبعا بمعدل التضخم العام، يعني بشكل غير مباشر حيتأثر بالارتفاع بعدين. يعني اذا ارتفع النفط تلقائيا رح يرتفع طبعا، واذا غير يعني كل الاسعار بالبلد تلقائيا بدون برافو تلقائيا بده يغلى، ترجع تغلى هذه الاسعار بهي رح نسميها سكند ستيب بالغلى، يعني مش فيرست ستيب بكون. نعم. بعد في سؤال، الودائع من ودعون، في حدا كتب الودائع من ودعون؟ والله انا شايف ان الودائع مش موضوع من ودعون، هن الودائع اساسا نحن ودائع موجودين، ما في شطار اصلا. نحن بعدنا عم نطالب بس بتحقيق حقيقي لنفهم من المسؤول. ولكن انا برايي من موضوع الودائع، انا قسمت الخساره كيف لازم يتحملوها بشكل واقعي. المصارف 20%، المصرف المركزي 15%، والدولة اللبنانية 65%، لأن هي اللي سرقت أموال المودعين. بكل بساطة الدولة اللبنانية استعملت أموالنا عبر المصارف اللي كانوا الشركاء معها ومصرف المركز اللي كان هو وصيب بيناتهم. بس 65% من هذه الودائع استعملتها الحكومات المتعاقبة وصرفتها بشكل خاطئ على كل الوزارات، تبدأ من وزارة الطاقة لوزارة المالية لوزارة الأشغال، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة. أخذوا بأموال المودعين وأهدروها بمشاريع فيها فساد وفيها هدر وفيها فشل، فذهبت وعدم انتاج بالتأكيد. أنا عشانك أنا كنت دعيت لصندوق تعافي استثماري سميته بش سيادة، أخذ فيه مع رئيس الحكومة بعدين رجعوا ما بعرف سعاد الشامي النائب سعاد الشامي وزير سعاد الشامي رجع ما عجبت له فكرة، يمكن بده يشرب 60 مليار دولار هيك من أموال المودعين سهلة، لأنه لا تعبان بمصاري الناس ولا فرق معه مصاري الناس، لأنه بلك مشتو 60 مليار دولار بيرجع البلد مثل ما كان وخلص، كان هيدي اموال الناس يعني. لا ما حيصير هيك. انا بلك اموال المودعين ما طاروا، اموال المودعين بدهم شويه صبر وبدهم اراده حقيقيه للحل. وانا قدمت طروحات بعده مقابلات تلفزيونيه مهمه واضحه جدا، وعبر صدفان قبل بمره كمان قدمت مجموعه صح بتجيب الحل بوضوح، وبيرجعوا جزء كبير من اموال المودعين. بس الموضوع بحاجه لا قرار سياسي هالمرة، لأنه السياسيين شو عم بيحاولوا يعملوا؟ ضحوا أول مرة بالمودعين، هل عم بيحاولوا يحطوا المودع بوجه المصرف ليقولوا بس المصرف هو المسؤول؟ المصرف مسؤول بالتأكيد، ولكن منه لحاله المسؤول، أنتوا كمان مسؤولين من وراه،
وانتوا اخذتوا الاموال وصرفتوها. لانه اليوم اذا انا بروح بجيب كل ممتلكات المصارف الداخليه والخارجيه بيطلعوا 15 مليار دولار، بينما ديون الناس هي 100 مليار دولار، يعني ما بيغطوا 15% من حقوق الناس اللي ما تبقى من حقوق الناس غير اللي راح بالهركات وغيره. اذا ال 85 مليار دولار كيف بدنا نجيبهم الباقي؟ بدي يساهم مصرف لبنان بمبلغ، وتتفضل الدوله اللبنانيه وتروح تشوف شو في عندها عقارات مش لتبيعها، لا تثمرها، لا تأجرها، لحتى تعمل اقتصاد منتج بهالبلد، تعمل انتاج محدد ومنه تعمل صندوق لإعادة أموال المودعين، وإلا لا إمكانية. وحتى موضوع الغاز اليوم والنفط إذا كان في إمكانية لاستخراجهم، أنا قدرت الثروة بأكثر من 500 مليار دولار على مدة 25-30 عام، نحن لكل هذه الثروة ممكن تساهم أيضا بإعادة جزء كبير من أموال المودعين. نعم، بس أنا وعم بقرأ بعض الأخبار، الحكومة الكورية الجنوبية تعلن قرارها المساهمة بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي، يعني مبلغ صراحة حي بصرفهم هون، يعني ما 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 بقى نحن نروح باتجاه الأخبار، يعني شو 3 مليون دولار؟ لبنان بحاجة مليارات، مش مليارات، 3.5 مليون دولار. لا احنا بدنا مليارات مش ملايين، يعني ايه طبعا نحن بدنا، نحن بدنا حتى صندوق النقد ما بكفي، لبنان بده من 15 ل 20 مليار دولار. لانه بعد في سؤال بليز، رح اعتذر من 20 مليار، بعرف ملتزمه معك بالوقت، ما رح اخذ كتير من وقتك، بس بعد في بس انا بس خلي لك جمله بس، مش بس انه 10 15 مليار دولار، نحن بحاجه لتغيير العقليه المتحكمه بالاقتصاد بالبلد. انا قلت من فتره هيدي العقليه، لو منجيب لها 1000 بير غاز ونفط، لو منطلع لها 50,000 مليار دولار من البحر، لو شو جبنا لها، إذا نفس العالية ما تحكمنا ما رح يصير حل بالبلد. نعم. رح يتحاصصوها ويتقاسموها، والشعب اللبناني ما رح يحلوا شيء. نحن ما نغير قبل بالعالية الموجودة بالحكومة، اللي بتقولي لي انتخابات أفرزتهم على راسي، لكن هني مدعوين كمان يكفوا إيدهم عن الاقتصاد والمال شوي، بيخلوا بس لمرة واحدة السياسة في خدمة الاقتصاد، وليس الاقتصاد في خدمة سياساتهم وأرباحهم. بس بعد في سؤال للأصدقاء المستمعين، وبعتذر من باقي الأسئلة، أم في أسئلة مطروحة كنا جاوبنا عليها، الصندوق النقد الدولي بعد له لزوم نتفاوض معه؟ نحن مفاوضاتنا مع صندوق النقد أهميتها أستاذي هلا أنها بتعيد الثقة للمجتمع اللبناني، للاقتصاد اللبناني من قبل المجتمع الدولي فقط. أما المبلغ المطروح صراحة هو لا يعني لا ما بيكفينا، يعني ما لا يثمن ولا يغني عن جوع، يعني بهذا المعنى. فبالتالي الفكره، يعني الفكره انه صندوق النقد هو مهم لاعاده الثقه للاقتصاد اللبناني، انه في جهه دوليه اليوم موافقه، ولكن الاصلاحات اللي عم يطلبها صندوق النقد هي عم تكون مرض كثير مشحفه بحق لبنان، والحكومه اللبنانيه للاسف بعض القوى السياسيه تتلطى وراء حجه صندوق النقد من اجل سحق أموال المودعين وسحق المواطنين اللبنانيين وتمرير صفقات مشبوهة على حساب أنا أكثر واحد كنت معارض موضوع السرية المصرفية برمته القديمة، لا تغير تعدل شوي. أنا ضد الكابيتال كنترول المفروض بطريقة صندوق النقد، أنا مش مع تحديد سعر الصرف على طريقة صندوق النقد، أنا ممكن أقبلهم لهودي لأنه حيطلع تمنهم المودع والمواطن فقط وما حيكون في أي استفادة. وثلاثة مليار دولار على 4 سنين، أنا هلأ بس سلميني وزارة المال ويجي يرفع بس الضريبة على الأملاك البحرية بيبلك بالسنة 4-5 مليار دولار بلا صندوق النقد بالمرة. طيب في ناس سلمك وزارة المال؟ ما فينا، ما بتزبط. أنا بتزبط هيك، بتزبط من الناحية الطائفية والتركية والطائفية بالبلد، ولكن سياسية بدك تشوف النتيجة السياسية. بدي أشكر حضورك القيم الدكتور محمد الجباعي الخبير الاقتصادي، إلى لقاءات أخرى يكون فيها بصيص أمل وإيجابيات، وإن شاء الله المرة الثانية وقت نكون عم نعمل حوار معك تكون الاتفاقية ترسيم تمت وفورا بعد اتفاقية التنقيب، وبالتالي يكون في إشياء إيجابية نحكيها. شكرا لك. إن شاء الله، يعطيكم العافية، مع السلامة.